حبيبي. الو يا كابتن مهيب، ازي حضرتك يا حبيب قلبي؟ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. تحياتي وتحيات كابتن رضا عبد العال. كابتن رضا ازي حضرتك؟ استاذ احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله. مبروك المجهود اللي انت عامله مع طنطا، ويعني ان شاء الله تكون فرصه نشوف كابتن رضا ومجهوداته تبان في طنطا ان شاء الله. حبيبي يا استاذ احمد. امتى هنشوف كابتن رضا بقى مدير فني للزمالك يا استاذ احمد؟ كابتن رضا زملكاوي كبير ونجم نادي الزمالك ولاعب مهم جه في تاريخ مصر. حبيبي نتمنى نشوفه دايما في نادي الزمالك. بجد لازم الخطوه حبيبي. دي حبيبي. يعني عشان نقدر نحكم عليه بقى ونقطع فيه بجد ان شاء الله باذن الله. باذن الله ادينا الفرصه ان احنا ننتقم منه. يعني ادينا الفرصه دي استاذ احمد ينجح بس في مجلس النواب ان شاء الله، وان شاء الله خير. ان شاء الله والله مرتب معاه. يا مهيب. يا حبيب انا قاعد مع يعني مع شباب من عندي من الدايره من الدقي. ايوه. وهم استاذنتهم عشان اكون مع حضرتك في المداخله. ربنا يخليك. هم بيسلموا عليك كلهم وتحياتنا ليهم جميعا بلا استثناء. يعني الدقي بقى والعجوزه والجيش. تحياتنا ليهم جميعا. الدقي كلها. تحياتنا ليهم جميعا. ابدا معاك بقى باتشيكو بقى. لماذا باتشيكو؟ لماذا باتشيكو؟ اولا هي عشان نكون الناس تبقى عارفه، الاختيار تم بوجود لجنه مكونه من كابتن فاروق جعفر وكابتن اسماعيل يوسف وامين مرتضى المشرف على الكوره وانا كنت متواجد معاهم، وطبعا مرتضى كان بيحضر الساعات الاجتماعيه. اتعرض علينا سيفيهات كتير، يمكن استاذ مرتضى اعلن قبل كده ان في ثلاثه مرشحين كانوا مديرين فنيين سابقين، سواء جروس او فيريرا او باتشيكو. تمام. الاختيار وقع على باتشيكو. ليه باتشيكو؟ لان باتشيكو عمل معانا تجربه كانت جيده جدا ونجحت بشكل كبير الى ان حصلت الظروف اللي حصلت، ف يعني راح نادي تاني ونادي الزمالك بعديها جاب مدرب تاني. لكن هو كان ماشي بخطوات ثابته وجيده مع نادي الزمالك. هو صاحب مدرسه دفاعيه، ممكن تكون دي ما بتعجبش كابتن رضا قوي، لكن مدرسه منظمه. ايوه. وكابتن رضا بيحب النظام في الملعب والتزام اللعيبه بالاداء. فنادي الزمالك كان اختيارنا لمدرب بيكون منظم بشكل كبير، لان احنا داخلين على ثلاث ماتشات مهمه. سواء السيمي فاينل او بعد كده لو ربنا وفقنا يكون نوصل للنهائي. فنكون محتاجين نظام في الملعب، مفيش تهور في الاداء، وهو صاحب المدرسه دي. طب ايه سبب التاخير في الاعلان؟ لان احنا المديرين الفنيين دول مش بيبقى مجرد مدير فني، ده بتحتاج يكون معاه ستاف كامل. والستاف ده هو مش بيبقى عنده ستاف ثابت، بيبقى عنده كذا واحد بيتعامل معاه. فبيبقى في ناس بتشتغل، يعني مثلا ديارة من اعتذر لان ما قدرش يكون الجهاز الفني بتاعه. تمام. وعلى فكره مستر باتشيكو في احدى اعضاء الجهاز الفني من اعضاء الجهاز الفني بتاع ديارة اللي هو بيدرو. بيدرو. بيدرو ده هايل. بيدرو ده ده كان محلل الاداء. الثلاث مساعدين هايلين، يعني المساعد الرئيسي مش اللي كان في الجونه يعني ده بيدرو ده هايل هايل بصراحه. اللي كان شغال مع كابتن ديرا شغال مع كابتن. لا اللي كان شغال مع كابتن. خلينا عشان قناه الزمالك دلوقتي بتبيع التفاصيل، مش ممكن اديك السبق كله. لا انا مش عايز حاجه، خلاص احنا عرفنا باتشيكو، بس هي كانت وجهه نظر بس كابتن رضا عشان نقفل الموضوع ده، مش عايزين نتكلم فيه تاني. ان هو انت جبت واحد هرب من نادي الزمالك، انا عايزك تقفل لي الموضوع ده بعد اذنك. يعني كان في ظروف في التوقيت ده، وهو كان جاله عقد. انت عارف ان الزمالك بيكبر الاسم، واحنا شفنا كاترونيا. كان في خلافات وجهات النظر، ويعني خلينا نقول في السياق ده. والراجل حابب يكون موجود في الفتره دي في نادي الزمالك، ونادي الزمالك حابب ان الراجل يكون موجود معاه. تمام. الفتره دي من ضمن الكلام اللي اتكلمنا فيه، هو عارف نادي الزمالك بتفاصيله ويعني كل حاجه حلوه فيه وكل حاجه ممكن تكون فيها قصور، وعارف ايه اللي احنا طورناه، لان الموضوع اتطور كتير. يعني عايز اقول لك
الوقت اللي جه فيه باتشيكو مثلا كان بيغير التغيير غرف التغيير بتاعت الملابس تحت الاستاد، تحت مديرات الاستاد. الظروف كانت صعبه يعني، ما كانش فيه الجيم. ما كانش فيه، كان الظروف صعبه. حتى مستوى اللاعبين اصبح اللعيبه الدوليين عددهم اكبر. ايوه، الادوات اللي هو هيشتغل بيها اصبحت افضل. مقتنع. فمش عايزين ملاعب، انا مش عايز يعني مش عايز اقعد اتكلم كتير في النقطه دي، دي نقطه خلافيه هنقعد نختلف فيها كتير. طيب احنا عايز اساله سؤال. هقول حاجه يا كابتن رضا. اتفضل يا كابتن رضا. اتفضل. اتكلم لازم اسمعك. بص الله ربنا يخليك محترم، ربنا يخليك. هي بس ان انا لما تيجي تعملوا الشرط الجزائي قللوا، لان ما ينفعش ان هو نعمل له شرط جزائي كبير وياخده ويمشي. لا، خلي بالكم من النقطه دي. هو الشرط الجزائي بيبقى على الطرفين، لو حب يمشي بيدفعه، لو لا ما احنا ما نخلي يعني نادي الزمالك ما عملش العقد كبير، يعني الشرط الجزائي يبقى كبير. طب ما هو يقول لنا العقد قد ايه والشرط الجزائي يعني. لا ما يملناش دعوه بالعقد، بس هي كم سنه يعني؟ دي نقطه. هو كم سنه يا استاذ احمد؟ الراجل عنده كم سنه؟ لا لا، العقد كم سنه؟ تفاصيل العقد خلينا نعلنها يعني في مؤتمر صحفي. ماشي ماشي. ورئيس النادي يعلنهم. ماشي خلاص تمام. ما اكيد السنه دي هيكمل، السنه دي والسنه الجايه. والسنه الجايه ماشي تمام ان شاء الله هيكمل اكيد معانا السنه الجايه. لكن بص يا مهيب، اللي انا عايز اقوله، قول يا حبيبي، نادي الزمالك تعرض لهزه عنيفه برحيل المدير الفني، وربنا كرمه واتغلب سته يعني. يعني الراجل كان ادمه مش كويس على نادي التعاون. ده يثبت ان كان كلامنا صح، ان الراجل قليل فنيا بس هو متداري في نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. بالزبط. ده كلام كابتن رضا عليه على فكره في كل الاستوديوهات اللي كانت معايا، ان الراجل ده لازم يمشي، فالراجل بالزبط. سمع كلامه ومشي. لا اصل هو قليل، هو كان متداري. لكن هو كابتن رضا هي صفحه واتقفلت. ايوه خلاص. وطبعا هو على فكره هو الوحيد اللي خاسر في الموضوع ده. هو اللي خسر. صحيح صحيح صحيح. تمام. لكن دلوقتي اللي كسبان وهيفضل كسبان دايما الزمالك طبعا ان شاء الله باذن الله. طيب. لانه نادي كبير ما بيتاثرش برحيل حد. لكن كابتن رضا وكابتن مهيب، استاذ مهيب، اللي انا عايز اقوله ان الوقت ده محتاج ان احنا نقف كلنا جنب نادي الزمالك طبعا عشان البطوله، وجنب النادي الاهلي، وجنب النادي الاهلي بالظبط. برافو عليك. اللي ربنا يوفقه فيهم، هو البطوله في الاخر جت مصر بالظبط. ان شاء الله نتمنى اقصى امانينا ان يكون النهائي مصري. تمام. هو صحيح احنا هنلاعب فرقتين كبار وعظام زي رجاء البيضاوي والوداد، لكن ان شاء الله ربنا يوفق نادي الزمالك ويوفق الاهلي. لكن طبعا بتمنى ان البطوله تبقى الزمالك. هيلحق الماتش الجاي؟ لا، ما عندنا كابتن طارق متواجد. يعني الراجل هيلحق ان هو يتفرج على الماتش، يتفرج على الماتش او يكون موجود يعني ايا كان. عندنا كابتن طارق ان شاء الله، وبحب اشكره لان هو واقف برضه بنادي طبعا، ودي تضحيه مش سهل تلاقي مدرب طبعا يجي في التوقيت ده ويمسك الفرقه وهو عارف ان هو يمسكها ماتش او ماتشين. طيب باتشيكو كان اجماع يا استاذ احمد؟ اجماع. هو بيحصل ترتيب اول تاني تالت فكل واحد اختار، لكن في المجمل بالاجماع. يعني كالديرون ما كان مثلا جه في المركز الثاني؟ انا اقول لك على تصويتي انا عشان ما اقدرش اكشف بقيه. طب قول لي تصويتك انت. انا كان تصويتي انا رقم 2. رقم 2 كالديرون. ورقم 1 باتشيكو. باتشيكو. طب والاستاذ امير؟ ده يهمني قوي. ما اقدرش اكشف اي حاجه. ده يهمني قوي. لا يهمني قوي. كالدرون ده اصلا ارجنتيني ولا؟ ارجنتيني. ارجنتيني. مدرسه لاتينيه. لكن هو التوقيت احسن من المدرسه البرتغاليه. اشتغل في مصر. كان محتاج حد يشتغل في مصر. وعارف اللاعبين في مصر. انت كنت عايز كالدرون؟ ومتابع. ومتابع. على فكره اللي اتعمل انترفيو مقابله شخصيه مع كل المرشحين. مع كل المرشحين. هكتور كوبر ما دخلش في الترشيحات خالص يا استاذ احمد؟ يا راجل حرام عليك يا راجل. بقى ابوس ايدك. انا ما كنتش مكلف بالتفاوض معاه او الكلام معاه. ولا اهاب جلال؟ لا كان الاتجاه مدير فني اجنبي. يعني الاسماء كانت فيريرا، جروس، كالديرون، باتشيكو، بيتزي. من كده بكتير، كان اسامي كتير. وكارلو ديم والايطالي وبروس البلجيكي، كان اسامي كتير يعني.
تمام. وكان في معظمهم كان متابع الزمالك وعمل حسابه على الماتشات الجايه يعني. وكان مهم جدا باتشيكو لانه كان متابع لا احنا هنتمنى له التوفيق طبعا لان ده اختيار مصر كلها لازم تقف عشان زي ما قال الاستاذ احمد بالظبط ان البطوله ما تخرجش من مصر سواء بقى للزمالك للاهلي، المهم ان احنا نشقلب ان البطوله ما تخرجش ان شاء الله. احنا كل الدعم له، بعد افريقيا بقى. وهو حاجه محترمه جدا منه قال لك كل الدعم والتوفيق للنادي الزمالك والنادي الاهلي طبعا.